مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن ملف نفوذ الميليشيات في العراق ينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم الكاتب السياسي الأستاذ عباس النوري. أهلا بكم أستاذ عباس. بداية، وثائق مسربة كشفت عن تسليم القيادي في ميليشيا العصائب حسام الأزرجاوي إلى أمن ميليشيا الحشد مقابل انسحاب عناصر العصائب من قاطع مديرية الاستخبارات. كيف يمكن قراءة ذلك، لا سيما وأن الأزرجاوي اعتقل بتهمة إطلاق صواريخ على السفارة الأمريكية والمنطقة الخضراء بشكل عام؟ بداية، مساء الخير لكم جميع المشاهدين، حياك الله. يجب أولا أن نحلل سبب قصف السفارة الأمريكية. نعم. في هذا الوقت يعني هذا أهم شيء. أنا برأيي أن هناك تحركات كثيرة من قبل بدء الانتخابات، وأن هناك أيضا نعم معيد لرئاسة الوزراء، والظاهر أن أمريكا تعد هذا الأمر، فتأتيها صواريخ حتى أنه يرضخون بهذا. هذا ليس مؤكد، وإنما هو تحليل وتخمين للوضع. ثانيا، السيد الكاظمي لا حول ولا قوة له، هو بين نارين، بين نار أمريكا ونار إيران، فلا يمكن له أن يتخذ أي قرار. أما انتشار القوات المسلحة في بغداد يعني أدخل نوعا من الرعب على المواطنين، وإنما هو فقط تظاهر وإبراز قوة والتزاما بأوامر أمريكا لا أكثر ولا أقل. يعني هل تعتقد أستاذ عباس أن هذه الخطوات الاستفزازية للولايات المتحدة ستكون من مصلحة الميليشيات الموالية لطهران في بغداد في ظل حصولهم على ردود مسبقة أو سابقا كما شاهدنا مع أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني؟ هل هي في مصلحتهم أن يستمروا بهذا النهج؟ والآن ليس في مصلحة العراق ولا شعب العراق أي تحرك، وإنما المصلحة العامة ومصلحة الأجيال تكمن في مشروع الفاو. لا أعرف هل هم متناسين هذا الأمر الخطر وأمر قطع يعني نقص الرواتب، رفع الدولار، الدينار العراقي، معاناة المواطن العراقي، حتى أنه يخلقون أزمة ليكون هناك صراع ما بين أمريكا وإيران على الأرض العراقية. كيف يمكن قراءة من المستفيد منها؟ كيف يمكن قراءة تحدي الميليشيات المستمر لمصطفى الكاظمي في ظل عجزه ومحدودية سلطاته في مواجهتها؟ يعني في بداية الأمر قالوا له أنت واجبك هو 6 أشهر فقط لتحديد قانون الانتخابات وانتخابات مبكرة لا أكثر ولا أقل، ما عندك أي صلاحيات أن تقوم بأي أمر آخر. نعم. فهذا التهديد واضح منذ البداية، منذ الأشهر الأولى. يعني هو شاهدناه بعد عملية إطلاق سراح قيادي العصائب، نزل إلى الشارع وتجول بمحاولة استعراضية إعلاميا بأنه لديه القدرة وسينزل في الشوارع وسيطبق فرض القانون كما وصفه، لكن هناك سوابق للكاظمي مع الميليشيات، من ضمنها ميليشيا حزب الله عندما قام بإلقاء القبض على عدد من عناصرها وبعد ذلك أفرج عنهم. إذن هو ليس جاهزا أو ليس صادقا ربما إذا صح الوصف بتنفيذ وعوده في مكافحة الميليشيات. إذن لماذا يخرج هذه الوعود المستمرة إذا لم يكن قادرا على التصدي الفعلي لهذه الميليشيات؟ أنا ما أتصور أنه لديه حل، حتى الحل العسكري راح إجابه من قبل أغلب القوى السياسية. فهذا ليس حل. الحل الوحيد أنه يترك المنصب ويرحل، لأنه فشل ذريع في إدارة رئاسة الوزراء خلال هاي الفترة الانتقالية مع شديد الأسف، وهو الآن أسير الإدارة الأمريكية لا أكثر ولا أقل. على ماذا يدل تكرار سيناريو ما حدث سابقا مع عناصر ميليشيا حزب الله والإفراج عنهم لاحقا؟ هل نحن أمام رضوخ تام لمصطفى الكاظمي أمام الميليشيات في الفترة المقبلة؟
بالطبيعي ليس فقط لهذا وإنما لأكثر من هذا الأمر. هو أصلا هو معين من قبل هذه الميليشيات وبقية الأحزاب. نعم. هل تعتقد أن الميليشيات في العراق تتخوف من الضربة الأمريكية في الأيام الأخيرة لدونالد ترامب؟ لا أتصور أنه الميليشيات لديها أي خوف من أي ضربة أمريكية. لا تتوقع حدوث ذلك أصلا؟ غير ممكن، ليس في هذا الظرف. الآن هاي مسألة إلهاء الشعب العراقي في قضايا الدولار وضربة هنا وضربة هناك حتى يمررون مشروع ضخم كبير وهو مشروع الفاو لا أكثر ولا أقل. طيب، مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري حذر من اتخاذ ما سماه موقفا سياسيا وشعبيا في حال عدم إبعاد واشنطن وطهران صراعهما عن الساحة العراقية. في أي إطار يمكن وضع تصريح مقتدى الصدر؟ موقف وطني، دائما يفاجئنا بموقف وطني، وهو الوحيد أيضا اللي ذكر في مسألة مشروع الفاو أنه تأخذها الصين أو كوريا، وكان واضح بهذا الأمر، وهذا أيضا موقف واضح وصريح أنه إبعاد الساحة العراقية عن معركة ما بين إيران وأمريكا. أستاذ عباس، هل المواقف الوطنية تكون عندما أخرج بتصريح تويتري إذا صح التعبير والوصف حول رفض الصراعات الدولية على أرض العراق، في حين أنا أقتل أبناء شعبي بسلاح العراقيين داخل العراق عن طريق ميليشيات سرايا السلام وغيرها، هل هكذا هي المواقف الوطنية؟ أنا اليوم يعني تحدث أحد الأخوة أنه هناك صراع أيضا داخل التيار، فما أتصور أنه السيد مقتدى الصدر عند القدرة الكاملة على يعني أنه كل التيار، ممكن هناك أطراف من التيار خارجين عن إرادته، فهذا أيضا يعني شيء محتمل. سيد عباس النوري، أنا أشكرك شكرا جزيلا عبر سكايب، كنت معنا من ستوكهولم الكاتب السياسي.